أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين والمتابعين، أهلا بحضراتكم من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة. الوضع يا جماعة بيزداد خطورة، وزي ما قلنا في الفيديو السابق ان في خطر على دول شمال افريقيا، بل خطر على القارة السمراء، القارة العجوز، خطر على افريقيا بالكامل، ومن سيفرض سيطرته ونفوذه. وزي ما شفنا ان روسيا بتعلن نفوذها على افريقيا، وقوات فاجنر موجودة في مالي، واللي حدث في النيجر والانقلاب العسكري، وما حدث في السودان، ونحن الآن في صدد إعلان حرب من نيجيريا على النيجر. طبعا نيجيريا بلد والنيجر بلد، فنيجيريا تعلن الحرب على النيجر، وكمان بوركينا فاسو ومالي يعلنون الحرب إن هاجم أي دولة النيجر. وبالتالي عندنا خطر، الخطر مين؟ من يحاصرون ما بين البحر وما بين الحرب، وهي دول شمال أفريقيا، فممكن تبقى ساحة الحرب تنتقل من روسيا وأوكرانيا إلى أفريقيا، ويبقى النزاعات تحل داخل أفريقيا، النزاعات ما بين الشرق وما بين الغرب، النزاعات ما بين روسيا وما بين الاتحاد الأوروبي والناتو والولايات المتحدة، النزاعات ما بين الصين والولايات المتحدة تحل على أرض أفريقيا. كل ده أرض أفريقيا اللي مطموع فيها من آلاف السنين. أرض أفريقيا هي سلة غذاء العالم، أرض أفريقيا هي مصدر الذهب، مصدر اليورانيوم، مصدر المعادن، مصدر الزراعة، مصدر البترول. فبالتالي في كارثة ممكن تحدث واحنا غافلون ومش دريانين بايه اللي بيحصل. يلا بينا نشوف التطورات ونشوف القصة ونشوف الحكاية ونشوف التفاصيل في التالي، ونشوف اول خبر معانا بيقول ايه. هنا نظرة سريعة عشان تبقى فاهم احنا بنتكلم على ايه. دي دولة النيجر، قبليها السودان، السودان والكارثة اللي حصلت فيها. السودان الآن خلاص بقت دولة مشتعلة بالكامل داخليا. قلت لكم أنا، خلي بالكم يا جماعة، الدور على تشاد. النيجر خلاص حصل فيها انقلاب، مالي وبوركينا فاسو هم تحت بعض، هم اللي قالوا اي حد هيقرب للنيجر احنا هنعلن عليه الحرب. هنا نيجيريا اللي موجودة اسفل النيجر اعلنت الحرب رسميا على النيجر، وانها ترجع النيجر كما كانت. يبقى الحزام ده كله اللي في ظهر مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب، دول شمال افريقيا، هي الدول دي اللي هتبقى امامها البحر من هنا، والقوات بقى الأمريكية والأساطيل بتاعت الناتو من البحر، وخلفها حروب في كل مكان، والرعب أن يأتي الإرهابيين والميليشيات والمرتزقة وداعش من هذه الدول خلف شمال أفريقيا، وكمان والمعاناة بقى من الغذاء ومن النقل ومن الإمداد والتوريد ومن كل هذا. الجديد بقى دلوقتي وأنا بكلمكم إن حصل في أثيوبيا، وأثيوبيا هي اللي بتكمل كل حاجة، تمرد وبل بعض المتمردين سيطروا على قرية أو على مدينة بالكامل، وأعلنوا ان هم هذه المدينة تحت سيطرتهم. ففي كارثة تحدث في افريقيا الان. وخلينا نشوف اول خبر برضو معانا عن اثيوبيا بسرعة قبل ما نخش في قصة النيجر ونيجيريا. التاريخ فوق يا جماعة، عايز تشوفوا يوم الجمعة 4 اغسطس 2023 الساعة 11 وربع مساء، يعني خلاص داخلين
على بداية يوم 5 أغسطس السبت. هنا بيقولوا إيه؟ ميليشيات أمهرة الأثيوبية تستولى على المقاطعة والمطار وتعلن الطوارئ. ففي كارثة في أثيوبيا عشان يكتمل الشريط اللي هو يفصل ما بين كل أفريقيا وما بين شمال أفريقيا. فبالتالي دي كارثة كبرى كمان إن يحدث هذا الانقلاب مع تصاعد ارتفاع الحرارة في أثيوبيا في مطلع أغسطس الجاري. كانت البلاد الأفريقية على موعد مع حركة تمرد جديدة في أمهرة، حيث تتصاعد العنف في ولاية أمهرة الإثيوبية بعد 4 أشهر من الاشتباكات المتقطعة بين الجيش الأثيوبي وميليشيات بانو المتمركزة في ولاية أمهرة، مما دعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ إثر طلب سلطات أمهرة ضرورة التدخل للسيطرة على الوضع المتدهور في منتصف الأسبوع الجاري. واندلعت المواجهات وأعلنوا الميليشيات إنها استولت على المقاطعة وعلى المطار وأعلنت الطوارئ، وده هنتابعه فيما قادم في الأيام القادمة والفيديوهات القادمة ماذا يحدث في أثيوبيا أيضا. ولكن تعال هنا، الرئيس النيجيري يبلغ مجلس الشيوخ بإمكانية التدخل العسكري في النيجر، بل أعلنوا أن هم سيتدخلون تدخل عسكري، وده جاي بتاريخ الجمعة 4 أغسطس الساعة 8 مساء. وهنا أبلغ الرئيس النيجيري بولا تينوبو اليوم الجمعة الجمعية الوطنية بالاجتماع الطارئ لمجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية إكواس حول العمل العسكري المقترح والعقوبات الأخرى ضد القيادة العسكرية التي تولت السلطة مؤخرا في النيجر. وفي رسالة قرأها رئيس مجلس الشيوخ النيجيري على المشرعين، صرح تينوبو بأنه عقب الانقلاب العسكري في النيجر الذي أطاح بالحكومة المنتخبة، عقدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اجتماعا طارئا في 30 يوليو واتخذ القرارات بعيدة المدى في محاولة لاستعادة السلام وفقا لما أوردته وكالة سبوتينك الروسية. وقال عقب الوضع السياسي المؤسف في جمهورية النيجر والذي بلغ ذروته بالإطاحة برئيسها، أدانت المجموعة الاقتصادية كذا كذا كذا. وفي وقت سابق بقى اليوم ذكرت وسائل الإعلام الغربية نقلا عن ضابط نيجيري لم يذكر اسمه أنه تم إبلاغ الجيش جيش البلاد بالاستعداد للنشر المحتمل في النيجر المجاورة دون أمر تعبئة رسمي. وأشار الرئيس تونوبو أنه في بيانه الختامي الصادر بعد الاجتماع الطارئ قررت المجموعة لدول غرب أفريقيا من بين أمور أخرى إغلاق جميع الحدود البرية مع النيجر وقطع إمدادات الطاقة عن البلاد ومنع تشغيل الأعمال التجارية والصناعية. وزي ما احنا عارفين واحد أو ضابط من الجيش قال بدأنا الانتشار لدخول النيجر. وهنا دي كارثة كبرى ستتم داخل الأراضي القارة السمراء. الجزائر يوم 4/8/2023 تحذر من استخدام القوة في النيجر. وليه الجزائر بتحذر؟ حذر اليوم الجمعة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف من استخدام القوة في النيجر، مؤكد أن ذلك سيزيد الوضع تأزما، فيما استقبل المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا بابا غانا كينجبي. وتسلم الوزير احمد عطاف من ضيفه الذي حل اليوم بالجزائر العاصمه رساله خطيه موجهه الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من نظيره النيجيري بولا احمد تنوبو بصفته الرئيس الحالي للمجموعه الاقتصاديه لدول افريقيا. وذكرت وزاره الخارجيه الجزائريه ان الزياره تندرج في اطار تبادل الآراء والتشاور حول تطور الأوضاع في النيجر، حيث جدد الوزير أحمد عطاف التعبير عن موقف الجزائر الرافض للانقلاب العسكري على رئيس الشرع في هذا البلد الشقيق والجار، كما أكد أنه يدعو إلى عودة بازوم إلى منصبه الدستوري بصفته رئيسا لجمهورية النيجر. وهنا الواضح أن الرسالة اللي جات له من رئيس نيجيريا بأن خلاص الحرب من نيجيريا هتتم على النيجر، وبيشوفوا طبعا من معهم ومن ليس معهم، لان اللي هيدعم هذه الحرب هي امريكا، واللي هيدعم حرب نيجيريا على النيجر هي فرنسا، وطبعا معاهم حلف الناتو.
لان ايدي روسيا باينه واضحه جدا داخل هذا الانقلاب، لان بعد ما عملوا الانقلاب داخل النيجر الناس كلها حرقت الاعلام الفرنسيه ومسكوا الاعلام الروسيه وصور بوتين داخل النيجر. فهنا هيبقى تحدي وفرض نفوذ من الامريكان ومن فرنسا ومن الاتحاد الاوروبي بمساعده الدول الافريقيه داخل افريقيا، فهتبقى حرب افريقيه افريقيه. وطبعا اللي بتدعمها بالوكاله هتبقى امريكا والاتحاد الاوروبي ضد روسيا، يعني في الاخر هي حرب امريكيه روسيه فرنسيه على اراضي أفريقية وبأيدي أفريقية. ليبيا تتأهب لحماية حدودها من تداعيات انقلاب النيجر، وزي ما قلت لكم ليبيا السودان سوري مصر ليبيا تونس الجزائر المغرب في حالة تأهب قصوى جميعهم، لأن هتبقى كارثة كل الدول اللي تحتيهم فيها نزاعات وفيها حروب، وبالتالي أي حد من الإرهابيين والميليشيات عايز يعدي هذه الحبوب هتبقى الحدود هتبقى ممرات آمنة. وهنا الجيش الوطني في الشرق يؤكد جاهزيته لمنع أي تسلل، ومراقبون يشددون على أهمية تفعيل حرس الحدود الليبي. وأثارت التطورات الأخيرة في السودان والنيجر تساؤلات حول مدى تأثيرها في الجنوب الليبي الغني بالنفط، فخرج مدير إدارة الإعلام والتعبئة العامة بالجيش الوطني بالشرق الليبي أحمد المسماري ليؤكد أن القوات المسلحة الليبية تراقب دول الجوار التي تشهد توترات لمنع استغلال أراضي هذه الدول في القيام بهجمات ضد الدولة الليبية. وده الكلام اللي بنقوله تاني، بنحذر الحدود المصرية الليبية التونسية الجزائرية المغاربية في خطر قوي جدا من كل النزاعات اللي موجودة في الدول الشريطية اللي تحت شمال أفريقيا. اقتراب لحظة الحسم في النيجر وسط انسداد سياسي وارتفاع حدة الخطاب العسكري، يعني كل الجهود السياسية خلاص مفيش جهود سياسية وكل هذا انسد، والآن حدة الخطاب العسكري هي التي ترتفع والكل يهدد بالحرب يا ضد النيجر يا مع النيجر. معانا هنا إعلان حرب عسكر وعسكر أو جيش بوركينا فاسو ومالي يحذرون من التدخل بالنيجر، معناها إعلان حرب، قالوا كده اللي هيتدخل في النيجر عسكريا هيبقى إعلان حرب. فلو نيجيريا ضربت النيجر أو دخلت النيجر زي ما بتقول النهاردة أو بكرة أو اليومين دولت، هيبقى بوركينا فاسو ومالي ضد نيجيريا، وهتبقى حرب افريقية كاملة، وهتبقى النيجر كمان معاهم تضرب في نيجيريا، وبالتالي احنا في صدد كارثة في افريقيا. ربنا يعديها على خير. زي ما انا قلت لكم يا جماعة السودان قالوا هتخلص في يومين ثلاثة اربعة، قلت لكم لا يمكن لان ده مخطط وسيناريو معد مسبقا، هكذا هذا الشريط وهتخش تشاد بعديهم، وادي اثيوبيا بدأت فيها التمرد، يبقى ده مخطط لنقل ساحة الحرب الكاملة الى الاراضي الافريقية واعادة توزيع ثورات او ثروات الدول الافريقية. قائد جيش النيجر يحذر من سيناريو لبناني او ليبي في بلاده، ان النيجر بعد كده هتبقى زي ليبيا مش قادرة تقوم لها قومة، مش قادرين نعمل فيها رئاسة ومش قادرين نعمل فيها حكومة ومش قادرين نسيطر عليها، او لبنان اللي خلاص طعنوها وجرحوها وسرقوها ونهبوها وما بقاش عارفين نعمل حتى رئيس للبنان، لدرجة ان الحكومة اللبنانية بتقول اخر الشهر ده لا هيبقى عندي دواء ولا هيبقى فيه مرتبات للبنانيين. يعني لبنان بتبقى مأساة، قصة مأساوية، البلد التي تعشق الحياة بتموت وتنتحر أمام أعين الكل، وهكذا ما فيش دولة في منأى من هذا العمل الشيطاني المدبر اللي موجود لها سيناريوهات منذ سنوات، وبدأ تنفيذه وإطلاق تنفيذه، الحرب في كل مكان، الخطر في كل مكان، ودايما ما وراكش غير تقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا. أليس هذا غضب من الله؟ الحرب تشتعل في كل شيء ويد الشيطان تلعب في كل مكان. وطبعا احنا عارفين مين الشيطان الأعظم الذي يلعب
في دول العالم لينقل إليها شرارة الحرب، وربنا يعديها على خير على الدول الأفريقية وعلى الوطن العربي وعلى شمال أفريقيا وعلى كل دولنا. ودايما تاني نقول اللهم نستودعك الأرض ومن عليها، اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا، اكتب الدعاء مليون مرة، ما تخليش شيطانك يمنعك. يا ريت يا جماعة نفوق من غفلتنا، يا ريت يا جماعة نفهم ماذا يحدث حولنا، كل بلد في خطر الآن، فياريت نفضل شايفين ايه اللي بيحصل، نتابع، انشروا الفيديوهات، شاركوا الفيديوهات مع أصدقائكم، كفاية نوم، كفاية غفلة، ولازم نفهم ايه اللي بيحصل حوالينا، لأنه هيأثر علينا في غذائنا، هيأثر علينا في أشغالنا، هيأثر علينا في أعمالنا، فياريت نبقى دريانين باللي بيحصل حوالينا. ما تنساش دعم القناة بعمل اعجاب واللايك، ما تنساش نشر الفيديو، ما تنساش الاشتراك في القناة. لو حضرتك جديد معانا وعايز يوصلك كل جديد، هتدوس على الزرار اللي تحت الفيديو المكتوب على الاشتراك او سبسكرايب، سيوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة على مدار ال 24 ساعة. ربنا يسترها علينا وعلى حضراتكم وعلى كل الوطن العربي وعلى كل شعوب العالم البريئة، وتعدي على خير. انتظروا الفيديوهات القادمة الهامة جدا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام ختام على الجميع.